وهلأ ما حطتناه بعالم الجمال يلي رسم بحروف ومفردات حملت إبداع اللغة العربية عبر الزمن. اليوم بأيام شهر رمضان الفضيل يلي بيشهد وشهد أيضا نزول القرآن الكريم آيات كريمة جسدت بجمال الخط العربي ومرونة حروفه وزغارفه العربية. اليوم رح نتوقف أكثر عند الجانب الروحاني للخط العربي. أكيد سلمى، اليوم مع الأستاذ أدهم الجعفري خبير بمجال الخط العربي. رمضان كريم ويسعد صباحك. رمضان كريم، صباح الخير. صباح الخير استاذ ادهم. بداية خلينا نحكي عن الخط العربي، على المراحل اللي مر فيها الخط العربي. نعم، الخط العربي نشأ بأنواع كثيرة عبر التاريخ. هذه الأنواع نشأت توظيفية، يعني كلما كان الخط بحاجة لوظيفة جديدة، مثلا بدأ كتابات بمعلقات للشعر على ستار الكعبة، بعد ذلك عند نزول القرآن الكريم احتجنا إلى خطوط جديدة، ف استطاعت اللغة العربية والخط العربي أن يطور هذا الشيء ويضع خط مناسب لكتابة المصاحف، بعد ذلك كتابة الآيات على في محاريب المساجد، أيضا خط جديد بسماكة مناسبة بتقنية جديدة حتى تناسب هذا الشيء. فالخط العربي تطور مع تطور الفنون وتطور العلوم حتى ظهر فيه أنواع كثيرة. هذه الأنواع كل نوع له وظيفة أداها، إن كانت وظيفة فنية أو وظيفة علمية، استطاع أن يصل المعلومة للقارئ وإلى الناظر بطريقتين، طريقة جمالية عالية جدا وطريقة أيضا توظيفية لقراءة ما كتب على في هذا المكان. أستاذ أدهم، مثل ما قلت هنيك في كتير أنواع وبيتم توظيفها بأماكن معينة، خلينا نحكي عن بعض أنواع الخط العربي يلي بيتم توظيفها بشكل روحاني وخصوصا يمكن برمضان بنشوف العبارات مكتوبة فيها. نعم، الخطوط وظفت لوظائف كثيرة، منها الوظائف الجمالية، وكل الخطوط تحمل الروح، تحمل روح الكاتب وروح النص الذي يكتب أيضا. فكتابة مثلا آيات القرآن الكريم يستقي الكاتب من روح الآيات الخط ومن معاني الآيات، يصل بالآية بالمقطع إلى أقصى نقطة في الجمالية حتى يواكب هذه القدسية التي عليها القرآن الكريم والذي نزل في شهر رمضان المبارك، إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم، فالكاتب دائما ينظر إلى العبارة، يفهم العبارة ويؤديها بشيء يوصل ناحية جمالية وناحية ثقافية، يقرأ من خلالها الناظر هذه الكلمات فتستقر في قلبه بمعاني جمالية ومعاني أيضا معرفية. نعم. خلينا نحكي عن أنواع الخط العربي، مثل ما حكيت هناك صلة بين أنواع الخطوط والروحانيات، خلينا نحكي عن أنواع الخط العربي وشو هي الصلة والارتباط بين الروحانيات وبين نوع الخط. نعم، أول شيء قديما كان ينقسم الخط إلى أشياء مهمة وأشياء يومية. الأشياء المهمة كانت تكتب بتأني وإتقان أكثر، والأشياء اليومية الأشياء السريعة. فالنوعين قسموا إلى خط يابس وخط لين. خط اليابس بعد ذلك سمي بالخط الكوفي، وله أنواع كثيرة جدا وله جماليات عالية، وكل عصر من العصور له نوع من أنواع الكوفي. وصل الخط الكوفي إلى أكثر من 50 نوع لوحده، كوفي فاطمي، كوفي أندلسي، وحسب الشكل، كوفي مورق، كوفي مشجر، كوفي مضفور، دخلت فيه الزخارف النباتية، دخلت فيه الزخارف الهندسية، وأيضا أنواع أخرى، الخطوط اللينة، الخط المنسوب الذي له نسبة. نعم، وكان في نهاية في العهد الأموي ونهاية العباسي 6 أقلام، سميت أقلام لأنها كانت تكتب بقياسات ثابتة، خط الثلث، خط النسخ والمحقق والريحاني والرقاع والتواقيع. بعد ذلك تطور الخط أيضا وظائف جديدة حتى استقر بسبعة أنواع في هذا العصر، 7 أنواع مشهورة لكن يوجد أنواع أخرى لكن شهرته أقل. أول شيء خط الرقعة الذي نكتب به كل يوم في المدارس وفي الوظائف، خط الديواني، خط الديواني الجلي، خط التعليق الفارسي، وخط النسخ، وخط الثلث، والخط الكوفي. وتنوع الخطوط والتباين في
دراسة هذا الخط. يعني مثلا خط الثلث من الخطوط الواسعة جدا. نعم. يعني شكل الميم في أول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، له 13 شكل حتى نستطيع أن نضع الحرف المناسب حسب تكوين اللوحة. نأخذ الشكل المناسب ونضعه في هذه اللوحة. يعني هذا باختصار. بما أنه حكينا عن أنواع الخطوط الكثيرة، اليوم نأخذ معايدة منك لرمضان. نعم. الكريم، وتقلنا شو نوع الخط. نكتب الآن بخط ديواني كلمة رمضان كريم. وخط الديواني يتميز بإنسيابية عالية وأيضا ليونة في الحرف، وأيضا له تكوينات. يعني ممكن أن نكون به التكوينات الجميلة لرشاقته. يعني من الاسم اجى من. نعم. التكوينات الموجودة بهذا الخط. لا، الاسم جاء من كتابة الدواوين. الدواوين كانت كتابة دواوين. نعم. دولة بخط الديواني. كان يكتب الديواني على سطر. بعد ذلك مع حاجة جديدة لكتابة الأسماء بشكل متراكب وكتابة بطاقات الأفراح، الآن كلها بخط ديواني. نعم. لأنه خط سعيد، خط لين، فتطور وتغير قليلا شكله حتى ناسب هذه الوظيفة الجديدة. نعم. نعم. ويدخل هنا دراسة الكتلة، كتلة الحرف، والأبيض والأسود يكون متناغم ومدروس. ليعطي الجمالية وأيضا يعطي شكل. شكل الحرف أيضا. التشكيلات لها وظيفة لغوية ووظيفة جمالية أيضا. نعم. التشكيلات مع الحرف، في فراغات الحرف يوضع التشكيل بهذا الشكل. هذه رمضان كريم. جميل. نعم، بخط الديواني. يعني حملت تكوين جميل وفيها أيضا من يعني الرشاقة. سلمى، مثل ما عم نشوف حتى هيك أول شيء لا شكل، غير أنه هي كتابة بتلاقي لها شكل، ولا شكل بيطبع بذاكرتنا طبعا. ولهيك تميز يمكن الدول العربية بالخط العربي اللي يمكن بتلاقيه على كتير أماكن. كانت هويتها هي الخطاطين العربيين حول العالم. نعم. وتركوا أثرهم. خلينا نحكي عن هذا الأثر عبر التاريخ. طبعا الخط هو الهوية. يعني مثلما اللغة هي الهوية، أيضا الخط، الكتابة هي هوية. نعم. هوية بصرية وهوية أيضا لغوية تصل بالكلمات إلى القارئ، وأيضا هوية بصرية. استطاعت يعني بهذا الفن أن يصل إلى العالم، كل العالم، بمرتبة عالية. حتى الآن بعض الفنانين الغربيين يستخدمون بعض الأحرف في لوحاتهم، وأنا أشبه هذا الشيء كالذي يأخذ الأحجار الكريمة ويضعها مثلا على في أماكن معينة للملابس أو شيء، فهو يغني لوحته بهذه الأحرف التي يعتبرها كأنها يعني أحجار كريمة يستخدمها كي تغني الفن الذي يستخدمه. طبعا إغناء الفن بشكل شيء جيد، لكن أيضا إغناؤه بمعنى هذا شيء أعلى بكثير. يعني عندما أنا أنظر إلى لوحة وأرى شيء جميل، هذا شيء عالي جدا. عندما أجد معاني في داخل هذه اللوحة أيضا تعطيني أشياء جديدة. تتميز لوحة الخط العربي بأنها لوحة متحركة. كيف؟ يعني عندما أقرأ الكلمة، العبارة أو شيء، لا أستطيع أن أقرأها بقطعة واحدة. أبدأ من أول حرف، مثلا رمضان كريم، الراء، ثم الميم، ثم الضاد. فتحرك هذا كأن اللوحة تتحرك. نعم. نعم. وتطبع في النفس هذه المعاني، وخاصة الآن في شهر رمضان، شهر القرآن الكريم. نعم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق بين كلام البشر وكلام الله سبحانه وتعالى كالفرق بين الخالق والبشر. فقدسية الآيات أيضا جعلت هذا الفن يسمو ويعلو حتى
يواكب هذه الآيات وقدسية هذه الآيات. نعم أستاذ أدهم، كنا بدنا نحكي طبعا عن ارتباط يعني عن الخط العربي وارتباطه بالقرآن الكريم. عندما نفتح القرآن الكريم نجد آياته بمزينة. نعم. يعني هي مزينة. نحكي شوي عن الخط العربي بالقرآن الكريم. نعم. لم يحظى كتاب في التاريخ خدمة فنية كالقرآن الكريم. ومن يزور المتاحف على متاحف العالم كلها إن كانت في البلاد العربية أو حتى في البلاد الغربية يجد قسم المخطوطات القرآنية هو القسم الأثرى فنيا، ونجد العجب العجاب في خدمة هذه المصاحف. يعني فنيا زرت أنا متاحف كثيرة، نجد مثلا مصحفا زخرفة بالذهب الخالص، وكل صفحة في الزخرفة تختلف عن الصفحة الأخرى. هذا بالنسبة للزخرفة. والعناية بالخط والعناية بهذه الآيات والعناية بالترتيب والتنسيق وتتابع النسق وضبط العلمي للآيات وطريقة الكتابة مع التشكيلات، هذه الأمور كلها في خدمة القرآن الكريم. طبعا أستاذ أدهم، يعني مثل ما قلت حضرتك هذا الفن فن عريق وله أساليبه ووظائفه وأنواعه، ولكن بهذا العصر اللي نحن متواجدين فيه حاليا صرنا نشوف التكنولوجيا صارت تحاول تسرق بعض هاي الفنون من خلينا نقول من طبيعتها وروحانياتها. صرنا نشوف موجود على الكمبيوتر بتنقي أي خط بدك إياه وبتطبع. قد ايه عم تحاولوا بهذا الوقت كمدارس ايضا للخط العربي انه تحافظوا على روحانية هذا الشيء وادواته الطبيعية وليس التكنولوجيا الحديثة؟ يعني انا اشبه الخط اليدوي وخط الكمبيوتر بتشبيهين. الخط اليدوي كأنه الزهرة الطبيعية، والخط الكمبيوتر كأنه زهرة صناعية. يعني قدر ما استطاع صانع هذه الزهرة ان يضع لها بعض التلوينات وبعض حتى بعض العطور، تمام، لكن تبقى صناعية لا تبقى طبيعية. أما الخط الطبيعي فيه روح اليد، تمام، ولم يصنع أي صانع للفونت للخطوط إلا اعتمادا على هذه الخطوط القديمة الكلاسيكية، لأن هذه الخطوط تطورت عبر التاريخ من خطاط إلى خطاط من جيل إلى جيل حتى صارت بهذا الشكل. فعندما بدأوا بوضع الفونتات استقوا هذه الجماليات من الخطوط الكلاسيكية. الكمبيوتر لا يستطيع أن يصنع شيء إلا إذا لقنه خطاط متمكن هذه البرمجة. نعم. يعني أيضا في بعض التكوينات لا، إلى الآن لم يستطع الكمبيوتر أن يكونها. يعني مثلا تكوين بهذا الشكل كتداخل أحرف، الكمبيوتر إلى الآن هو عبارة عن وصل للأحرف، وصل آلي. نعم. أما التكوينات الجمالية وتناسق الخطوط هذه تحتاج إلى خطاط ماهر مبدع حتى يصل بها إلى شكل جمالي. يعني طبعا نحن منفتخر بكل حضاراتنا، حضارة سورية، ومنفتخر كمان بالخط العربي اللي هو جزء من حضارتنا يلي بيميزنا يلي أخذوه الغرب منا. بدنا نتشكر كتير اليوم حضورك معنا، وبنتشكر المعلومات طبعا يلي قدمتها، ورمضان كريم عليك ويسعد صباحك مرة تانية. شكرا لكم ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. شكرا لك.